مرحبا بكم في قاعدة الحراير. اليوم جبنا لكم طبق تقليدي هو قطع ورمي. بعض مناطق يقولوا له بوفتيتا وبعض مناطق يقولوا له قطع ورمي. نبداو في ليزانغريديان. عندنا البصل، عندنا زروديه مقطعه مرصوات صغار، عندنا الكورجيت والقرعه مقطعه صغيره، عندنا قرن حار، عندنا بطاطا مقطعه صغيره، عندنا طماطيش مرحيه، عندنا العدس، عندنا طماطيش مصبره، عندنا زيت، عندنا كركم، ملح، فلفل كحل. نبداو طريقه التحضير. نبداو بالزيت، نحطو البصل هو الاول، نقلوه نقلوه شويه، هذه الاكله زمان كانوا يديروها، ولاو دوكا يعاودوا يرجعوا للتقاليد. كانوا في زمان الشتاء يعاودوا يديروها. اقتصاديه، كانوا بكري ما عندهمش ني لحم ني الدجاج ني صافي، يديروا واش عندهم خضره. نديروا زروديه، بطاطا، قرعة، نخلوها تتقلى مليح. نزيدوا لها طماطيش، خلو زيدو تتقلى. نبداو نروحو نعجنو العجين. عندنا دقيق، ديرو دقيق، ديروا الملح، ونرونوه بالماء. نذوبوا مليح الملح في الماء ونرونوه بشوية. ما نديروه يابس، ما نديروه مطلوق بزاف. هكا نرونوه مليح، الما نتروحو فيه غير بشويه باش ما تجروهش. ديروا له هكا، الما ديروا له غير بشويه باش ما يطلقكمش بزاف، ونبداو ندلكوه شويه. نعجنوه شويه ونخلوه يريح.
ديروا له في بابي فيلم او في الساشي وتخلوه مده نص ساعه يريح شويه. نولو المرقه تاعنا بعد ما تقلات مليح، نزيدوا لها طوماطيش مصبره، ونزيدوا لها العدس، ملح، نزيدوا فلفل الكحل، ونديروا له الكركم. اللي بغى يزيد له الحار يزيد له، انا ما نزيدلوش، بصح اللي بغى يدير الحار الدرسه يدير، ماشي اشكال. نمرقوه، نحركوه ونخلوه يطيب، روحوا فاصل ونرجع. عودنا مشاهدين، بعد ما خلينا العجينة ريحت كورناها وخليناها شوية تريح، برك ماشي بزاف، ندوش شويه زيت ونعجنوها، خبزوها شويه. زيدوا لها الزيت باش تمشي لكم، ماشي اشكال كي تتقطع ولا بسكن قطعوها. مرقه تكون طابت ونقطعها هكايا، كما شفتوا عاودنا درنا خبزه دوزيام ورانا قطعناها ودرناها. كل مره كي نديروا اون باندولات نحركوها باش ما تلصقناش من تحت، كان اللي قطعها باندولات كان اللي يخليها خبزه ويديرها. انا جو بريفير نخليها دي باندولات، تجيني سهله في التقطع، ميم كي واحد ياكلها تجي مفتته، ماشي كيما كان اللي يخليها مخبزه ويديرها. كل واحد كيف يبغي يدير. كل مره نحركو، غير نديرو نحركوها
باش ما تلصق الناش. زمان الشتاء كان يديروا بكري، كان يديروا ديما زمان الشتاء. ما تخافوش كي تتقطع لكم، بس كي الداخل تتقطع. واحد في الدار يديرها بالقانة والشان، احنا رانا في الطبيعة لا بيها نديرو كل حاجة، عنا وقت محدد نديرو، ما نخليناهاش تريح لازم. انتوما في بيوتكم تخلوها ترتاح لازم. دوكا نكملو هذه ونكملو العجينه تاعنا. كي يطيب نديرو له القرن تاع حار، نزيدو يغلي شويه ونطفوه، نولو في الطبق التقديم ان شاء الله. هاهي الاكله تاعنا بعد ما طابت، قطع ورمي او بعض المناطق يقولوا بوفتيتا، ان شاء الله ينال اعجابكم. شبحناه بالقصبر والحار، وإن شاء الله في المنطقة أخرى. سلام.